اليوم أنا وياكم قبل ما ناخد الرقم الجديد بدنا نتطلع على هاد الدرجة. شو بدنا نتطلع؟ هلا إحنا بس يكون بيتنا بالطابق الثاني ويكون لبيتنا درج بيصير نطلع الدرجة، مثلا نروح على الدرجة الثانية نقطع الدرجات ولا نطلع درجة درجة. كيف انتو بتطلعوا عليكم؟ درجة درجة بيعبوا. طيب بيصير انا هون واقفة هون واقفة هون وبدي اطلع لواحد من الأوضة يليلي وبدي اطلع على باب بيتي، اوكي؟ بيصير اجي على الدرجة الثانية وما امر بالدرجة الاولى؟ بيصير ولا ما بيصير؟ اذا اول درجه لازم اطلعها هي اي درجه؟ اي درجه؟ واحد. الدرجه الدرجه رقم واحد. طيب بعد الدرجه رقم واحد انا رح اطلع اي درجه؟ بيصير اطلع درجه ثلاثة وما امر على اثنين؟ اذا انا رح امر بالدرجه الثانيه بعدين اطلع للثالثه. طيب انا طلعت الدرجه الاولى وقفت على الدرجة الثالثة، بعد الدرجة الثالثة أي درجة لسه؟ برافو، أي درجة بدي أطلع؟ أربعة. يلا خلينا نطلع مع بعض للدرجة أربعة، جيت أنا هون وقفت عند الدرجة أربعة، وقفت عند الدرجة أربعة، بصير أطلع للدرجة رقم ستة؟ لازم أمر بأي درجة؟ برافو، أي درجة لازم أمر؟ خمسة، يلا خلينا نطلع سوا نمشي على الشارع وخط بيت ويكون له اكس غلط، لازم نمشي على الشارع ونسحسب. شو لازم نعمل؟ اشوف يعملوها معي، يلا غششوني شو اعمل؟ يلا وانتوا تحكوا لي هل هذا نمبر 7 او لا؟ اوكي؟ اوكي هذا برافو، رح نحط عليه اكس، برافو. طب شو هاد؟ ممتازين. طب هاد تو يعني احط؟ انتوا بتقولي احط اكس ولا ما احط؟ اوكي هاد اكس هون الرقم واحد، برافو. هاد برافو سلام. هاد شو هذا؟ رح احط عليه صح ودائرة، برافو.
طيب هاد صح ودايره شو اسمه؟ سبعة يعني سبع. افتح يلا يا حبيبي. برافو هاد. خمسة. برافو هاد. اكسلنت ممتازين. احط عليه صح هاد. احط عليه صح ولا؟ برافو شو هاد؟